من جديد في صباح الشروق، ما زلنا متواصلين معاكم. فنان الشاب الجميل تبع 18 نجوم الغد رامي عمر هو حيكون معانا زين هذه الحلقة. أنا سعيد به جدا كشاب مجتهد في مشروع الغنائي. رامي، أول شيء صباح الخير عليك. صباح النور محمد محمود، وتحية لك. سعيد أكون معكم. تسلم يا رب. صباح تحية لكل مشاهد فضائيات الشروق. إحنا قبل ما نخش في موضوع أي حوار نسمع عمل طوال. طيب، بمناسبة الصباح نسمع أغنية من كلمات الدكتور أحمد فرح شادوب. بحييه من هنا من الحانة لتحسيد سليمان، برضو بحييه. كان من عجائب الدنيا. حصرياً على دمعة فرح للأغاني السودانية.
مصيره يكون تسلم. يديك العافية يا رب. الله يسلمك. وشكرا أستاذنا شادول. تحية ليو يا على الكلام السمح. نجوم الغد 2000 و... لا مش دبعة 18. نعم. صحيح؟ أيوه. اللي حصل شنو في الفرقة دي؟ يعني الكلام ده اليوم ما لا يقل عن 8 سنين 9 سنين. أيوه. أو ما يزيد. الفترة دي برامي بيعمل في شنو كان؟ والله يا... في البداية بعد البرنامج يعني التحقت لكم برنامج من برامج المواسم رمضان في كم برنامج انضميت له منهم رحيق الورد أحمد المك منهم مطر الألوان كان في قناة برمان نعم. دي الفترة اللي بعد بعد البرنامج بعد ذاك بديت اعمل غنى خاص كويس ممتاز اتذكر عملت اول ثلاث اغنيات للشاعر مصطفى ود المامور تحيه له يعني تحيه له والله وطبعا دول صديق الشباب كله جدا والله طبعا جدا طبعا فدي كانت اول تجربه يعني خاصه منه اغنيه حنقدمها الليله والله يا ريت يا ريت انا سالت السؤال ده بس لحاجه واحده في ناس اختفوا من نجوم الغد ما شفناهم فعلا ما اعرف هل هو الحلم الكبير كان انه بس انا اثر في نجوم الغد وبعد ذاك ما في حاجه ولا والله يا اخي هو البرنامج طبعا بيقدم لك فرصه كويسه ناس يعرفوك وتعرفوا على صوتك بيقدم بطريقه كويسه للناس نعم
بعد ذاك بعد البرنامج انت ثاني انت واجتهادك انت واجتهادك بالضبط. فالموضوع صعب يعني كونك تنتج براك غنى خاص. نعم ما في شركات إنتاج ما في حاجات دي. كونك تنتج غنى خاص يعني صعبه شويه. صحيح. لو انتجت حتنتج كل فتره وعارفين الحال يعني. نسمع شنو ثاني؟ طيب نسمع اغنيه ان شاء الله خاص برضه. خاص حلو كله غنى خاص. تمام. حنسمع لشاعر تشادي نور الدين طه. تحيه له من هنا. مع سهر الليالي كلمات نور الدين طه. نعم. والحان المليح يعقوب ابو اليوم صباحا. حنغني ونجي نتناقش في موضوع شاعر من تشادي يعني. تمام. كمل معاك سهر الليالي لقيت حقيقة ما إجباري شفت منك ما سر بالي شفت منك ما سر بالي خليني بس بس في حالي خليني بس بس في حالي انسى يوم كنا سوا انا الطبيب وانت الدواء انسى يوم كنا سوا انا الطبيب وانت الدواء قلبي من ظلمك روى نيران فوقه حصل غلطة فيك قدمت كل حياتي لك أنا ما حصل غلطة فيك قدمت كل حياتي لك خديت قلبي بين يديك ضيعت كل أمالي فيك كمل معاك سهر الليالي أشوفت منك ما سر بالي قريت حقيقة ما إجباري قريت حقيقة ما إجباري خليني بس بس في حالي خليني بس بس في حالي فائدتك تجي تتباكى وللأصحاب كمان تتشاكى شن فائدتك تجي تتباكى وللأصحاب كمان تتشاكى وما تجري انت وراي كفاكى درب الريد معاك الفرحة شيلت والسدى دي الريدة ما حنجددها الفرحة شيلت والسدى بنساك ومني مؤكدة مشاعرك بتنكدة معاك سهر الليالي شفت منك ما سر بالي قريت حقيقة ما إجباري قريت حقيقة ما إجباري خليني بس بس في حالي خليني بس في حالي. سلام يا رامي. انت متأكد الشاعر ده شادي؟ شادي شاد؟
ده الكلام ده الكلام ده موقل موقل في في دارجتنا في دارجتنا. انا افتكرته من مدني والله صراحه. اول ما قلت لي من شاد يعني من شاد والله دي تجربه ذاتها فريده من نوعها انه تتغنى ليه والله لشاعر. صح انا يعني قبل ما اتعرف عليه عرفني به الملك يعقوب واداني او طرح لي عدد من الاعمال له يعني الحامله هي الحان الملك الاغنيه دي الملحن هاي. فبعد ذاك تواصلت معه لما قال لي تشادي يعني وقفت شوي صحيح ايوه بالضبط. فارسل لي يعني شكل النصوص وكذا لقيتها فعلا زي ما قلت شاعر من مدني يعني بالضبط ايوه الكلام اللغه المفرده و يعني اللونيه ذاتها مختلفه ما لونيه معينه يعني نعم يعني بكتب في كذا لون من من من, من الشعر. ف والله له التحيه من من التحيه له والله يا استاذ نور الدين طه و بيننا ان شاء الله عمل جاي في الايام الجايه برضه بلونيه ثانيه مختلفه ممتاز. هو ده ده شغل الفنون يعني عرفت انها تقرب بين الناس تنوع. يعني تنوع صحيح تنوع الثقافات وتنوع ليه الافكار. انا طبعا متكيف جدا يا رامي بصراحه انك طلعت من قارب ابو داود ده لانه بدايتك كانت ابو داود طبعا صحيح. انت معجب بالحاجه دي جدا حتى مشاركتك في نجوم الغد كانت بابو داود كانت لكن يعني جزء كبير ابو داود كان حتتنمط كان الناس حيحطوه في قارب ابو داود زي فنانين كتار ما حقدر اطلع منه بالضبط صح. ايوه صعب الحياه طبعا كثير يعني معناه اجتهدت جدا الفتره اللي فاتت جدا والله اجتهدت في انك تعمل رامي ايوه اجتهدت خالص بديت ابعد يعني زمان في الفتره اللي بعد البرنامج دائما في كل محفل او في كل حته امشي لها بيطلبوا مني ابو داود ما هو الناس بيسجنوا بعد بالضبط صحيح. فانت يا تتسجن في الحته دي وما حتكون فت نفسك انت كرامي بحاجه صحيح يا تحاول تطلع منها لانه ابو داود ده واحد اصلا اي زول هو واحد ثاني ما دارين ابو داود ذاته اي زول اي زول هو واحد يعني زي ما هو عمل ابو داود عمل ابو داود صحيح. نفسه طبعا انت كمان اعمل نفسك يعني صحيح. اعمل حقك اعمل طريقتك اعمل اداك اعمل يعني حاجاتك بل بالعكس يعني الفتره اللي جيتوا فيها انتم ما زي الفتره اللي جا فيها ابو داود يعني انتوا هسه متاح لكم الميديا متاح بشكل كبير الامور كلها في صالحكم يعني عشان الزول يصنع نفسه ويصنع الليله يعني انت براك ممكن تعمل اغنيتك وتعمل حاجه ترفعها بتلفونك بموبايلك ده صحيح بكواليتي عالي كمان بعالي جدا نسمع ثاني طيب نسمع حاجه ثانيه لدكتور شادول تمام شغلاك الاماني الحان الاستاذ ابو عسيس سليمان ممتاز شغلاك الأماني شغلاني المعاني شغلاك الأماني وشغلاني المعاني بين مدك وجزرك بين مدك وجزرك يا مغلوب تعاني عشت قصة نادرة وساهي وما عليك كيف وحياة ودادنا هان الريد عليك وعشت قصة نادرة ساهي وما عليك كيف وحياة برهم مرة حرصك ووفي بما يليك برهم مرة حرصك ووفي بما يليك وأنا في الريدة تومك بصدق وبوفي ليك شغلاك الأماني وشغلاني المعاني
مر حرصك ووف بما يليك بره مر حرصك ووف بما يليك وانا في الريدة تومك بصدق وبوف ليك شغلات الاماني وشغلاني المعاني شغلات الاماني وشغلاني المعاني بين مدك وجزرك بين مدك وجزرك يا مطلوب تعالي كنت كنوز زمن نمسي بيك مصابك سيد روحنا وطبيبة غاب عن طرف طيفك أخي إن شاء الله طيبة شغلات الأماني العافية يا رامي. الله يخليك. انت من الفنانين البراح. اسمه فنانين براح. يعني وفقدنا اللون ده بصراحة. او ماشيين نفقده. السؤال المباشر. ده مطلوب في الحفلات نوع الغنى ده البراح ده. والله يا لا ما. اكيد لا طبعا. ده بأسرع العداد بالمناسبة. طبعا. طبعا. لكن ما بقول لك السوق داير كده. والله السوق داير كده بمعنى إيغاع يعني شايف ما بمعنى يعني ما بمعنى الكلمات والمستوى مثلا الدني في نعم. في المفردة السوق داير الخفة وداير فعلا أنا ماشي لأي مناسبة ما ماشي عشان أقعد كده ماشي عشان أتحرك و طيب أفرح طيب يعني طيب ما فأنا ممكن
ممكن اقدم حاجه خفيفه بايقاع خفيف مثلا بكلام او مضمون كويس يعني. او ما في داعي للفنان يجي بتاع الاورجن ده او كونجا ننتهي من الجوطه دي يعني كركب لنا فراسه. هي جوطه فعلا هي جوطه يعني في حفلات جوطه صراحه. صحيح صحيح هاي. انا كثير برضو انت كفنان قادر انك يعني انت انت اللي بتسوق المستمع ليك ما هو اللي بيسوقك. فاذا هو ساقك معناه انت خلاص معناه عندك معه في اي حاجه. انت معناه عندك راي في كلمه انه السوق داير كده عندك فيها راي. والله انا عندي فيها راي بمعنى قلت لك انه انا ممكن اقدم الحاجه الخفيفه لكن المضمون بشكل المفرد يكون حاجه تليق بشكل الغنيه اللي احنا عرفناها. ان احنا عملنا الحقيبه ونحن عملنا يعني غنى غنى والغنى الخفيف عندنا بالمناسبه عندنا خفيف القديم فيه يعني غنى محترم وخفيف وراقص مفرده مفرده محترمه وراغيه جدا وراقصه في نفس الوقت. مشروعك يا رامي لانه قال لي الزمن انتهى مشروعك الجاي. والله مشروعي مركز على مركز على غناي الخاص الفتره دي ولقدام طبعا. دائما بحاول ابحث عن 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 حاجات مختلفه في الحاجات في الطرح اللي انا بقدمه. انت ما مستعجل يا رامي؟ والله يا اخي ما مستعجل. ممتاز ما مستعجل ممتاز. لانه انت ممكن تصل سريع لكن ممكن تتلاشى اذا ما حصل. شفناهم يوميا بنسمع فنان لكن بعد اسبوع ما نشوف بعد شهر انت ما بتلقى لا الفنان لا الاغنيه. صحيح دار صبر شديد الموضوع يعني في التاني السلامه لكن هي صعبه شويه. صحيح لكن برضه زول انت عندك مسؤوليات عندك دراسه وعندك شغلك الثاني يعني عندك مسؤوليات كثيره. والله فعلا انا قال لي الزمن انتهى ما اعرف حنغني ثاني. والله قالوا للاسف ممكن نسمع نسمع للاسف قالوا لي ما في طريقه لكن حال الاغنيه المفترض كان نغنيها دي حننزل الليله خلال اليوم. طيب انا جوعة العسل كلمات دكتور محمد علي الصديق. نعم والحان المليح يا ابو نوعد المشاهدين كلهم كم الزمن كان حنغنيها هسه لكن حننزلها خلال هذا اليوم. شكرا يا رامي تسلم يا رب ونتلاقى ثاني وثالث ان شاء الله ونحن ندعم اي حاجه جاده اي فن مش بهده يعني تسلم. التيم العامل كله يحييكم على حسن المتابعه لحد ما نتلاقى ان شاء الله يوم الاربعاء. انا حاكون معكم خلوا بالكم من روحكم وابعدوا عن المشاكل. السلام عليكم.